Alors là, nous sommes sur les quais de la Seine à Paris. نحن على ضفاف نهر السين. هنا الأرصفة الباريسية الشهيرة، حيث أكبر مكتبة في الهواء الطلق في العالم. يوجد حوالي 220 من الزملاء باعة الكتب القديمة. هذه المهنة ظهرت تقريباً مع اختراع الطباعة. عندما يحصل أحدنا على ترخيص، يمكنه ذلك من استخدام مساحة 8 أمتار و60 سنتيمتراً تكون كافية لأربعة صناديق خشبية لوضع الكتب. نحن لا ندفع إيجاراً لبلدية باريس، فالمقابل هو تنشيط الحركة الذي نقوم به على ضفاف نهر السين. وبلدية باريس تعلم جيداً أن بيع الكتب ليس مهنة تجعل صاحبها ثرياً، كما تدرك أن باعة الكتب القديمة هنا لا يقلون أهمية عن معالم أخرى مثل برج إيفل أو مون مارتر أو متحف اللوف، فنحن نمثل جزءاً من التراث الثقافي هنا. بيع الكتب هو مصدر ثراء إنساني، فنحن نلتقي كثيراً من الناس، وخصوصية هذا العمل أيضاً هو عدم وجود عدد هام من الباعة يعرضون حوالي 300,000 كتاب في الشارع في مكان آخر في العالم. لكننا نواجه بعض الصعوبات في عملنا مثل تقلب الطقس والتعب، وأيضاً تراجع اهتمام الناس بالكتب مقابل الحواسيب والهواتف الذكية، فالتقنيات الحديثة تنافسنا، وكتب كثيرة الآن تباع وتعرض على الإنترنت. لكنني أعتقد أن التعامل الجيد مع الزبائن ونصحهم بعيداً عن المصلحة المادية يجعل الكثير منهم يعودون ويواصلون الإقبال علينا.